نظم بمدينة المكلا المؤتمر الصحفي للجنة التحضيرية لأحياء الذكرى التاسعة للهبة الشعبية الحضرمية، واستعرض الناطق الرسمي باسم اللجنة الترتيبات الجارية التي تسعى فيها اللجنة التحضيرية لإقامة فعاليات الاحتفال بذكرى الهبة الشعبية. وخلال المؤتمر أعلنت اللجنة عن برنامجها الاحتفالي في إقامة فعالية موحدة في 20 ديسمبر في مدينتي المكلا وسيئون، ومواصلة الاحتفالات حتى نهاية الشهر. هذا وأوضحت اللجنة في جوابها على الصحفيين والإعلاميين أنه لا يوجد موقفا إلى الآن من المكونات والأحزاب الأخرى تجاه هذا الاحتفال. وعن التأييد الشعبي الكبير للمكونات السياسية الأخرى، قالت اللجنة إن هذا هو رأي الشعب والاحتفال لا يمكن أن يتم منع أحد منه. وبخصوص موقف السلطة المحلية من إقامة هذه الفعالية، قالت اللجنة التحضيرية وباختصار هي على دراية بذلك. هذا ويأتي الاحتفال في ظل احتقان سياسي كبير تشهده محافظة حضرموت بين المكونات والأحزاب تحت شعار حقوق حضرموت، بالرغم من إصدار السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية قرارات بعدم الاحتشاد واللقاءات في الفترة الحالية لما لها من آثار سلبية على أمن واستقرار المحافظة. إن هذا اليوم المجيد الذي تداعى فيه أبناء حضرموت بعد استشهاد رمز حضرموت الشهيد سعد بن حبريش العلي رحمة الله عليه، قد كسرت فيه حواجز الصمت ونفضت فيه حضرموت عن نفسها غبار الهوان والتبعية، ورفعت حضرموت صوتها عاليا مطالبة بحقوقها المشروعة، وتحققت الكثير من الإنجازات على الواقع.